احنا دلوقتي هناخد بس مقدمه صغيره ولا تابع بس ممكن تكتبوا على يعني على علمي بيها، بس انا عايز افهمكم انت وانت بتتدرب انت بتحصل ايه وبتاخد ايه وايه المهم وايه اللي ناقصك، عشان في الاخر اقصى حاجه ممكن توصل لها وانت خارج من هنا شكلها عامل ازاي، ولو في نواقص انك انت تحصلها ازاي. تمام، احنا اول حاجه بنتدرب على حاجه اسمها اساسيات. تمام، يعني مكان التصوير هل في شيء مشترك ما بينهم ومن بعض، ما بين الموديلات المختلفه في الريكو والكيوسيرا والزيروكس والكلام ده كله؟ اه، لو هتقدر تقول ان في حاجه مشتركه ما بين العربيه البي ام والمرسيدس والبي ام فيها موديلات ودي فيها موديلات والاسعار بتختلف والكلام ده كله، نفس البيئه اللي احنا محطوطين فيها. طب تعالى نقول كده، لو في واحد ميكانيكي محترف شغال في عربيه محترف فيها، تمام، ويتقال عليه معلم، لو شلتوا من العربيه دي حطيته في موديل تاني، هل بيبقى بنفس الاحتراف بتاع دي؟ لا. طب ليه؟ وايه اللي ناقصته؟ تمام، هيبقى ناقصته مثلا حيال فك وتركيب، لو نقول دي مرسيدس ودي بي ام يبقى بعدنا في حيال الفك والتركيب، لو نقول هو متخصص مرسيدس واشتغل في عربيه ثانيه مرسيدس لا احتماليات، لان المهندسين اللي بيصمموا دي من جوه مرسيدس، ودي بتحس ان طريقه الفك والتركيب قريبه من بعضيها، الهندسه قريبه من بعضيها، سواء احنا بنستخدم تروس اكتر ولا سيور اكتر، ولا انت فاهم بنحط التروس كده عامه قدامنا ولا بنلمها في بوكس كده مع بعض وتبقى التروس مداريه عشان لو في تسريب حبر حصل ما يطولش التروس دي. المهندس الطريقه الهندسيه بتاع تصميم الاشياء مختلفه، وقدامك ابداع، انا مهندس وانت مهندس وميكانيك وطلب مننا نصمم الميكانيكا بتاعت المكنه الفلانيه، انا ممكن اطلع تصميم يخدم الوظيفه ويودي الحركه من هنا لهنا لهنا، وانت التصميم تاني خالص، انا استخدمت تروس وكلام وانت استخدمت سيور مثلا، الحركه وصلت هنا والحركه وصلت هنا مع اننا عملنا شكل ميكانيكي مختلف. تمام، فهنقول المتخصص اللي شغال مثلا في موديل معين، يعني نرجع تاني للعربيات بي ام او شغال في مرسيدس، والله إيه؟ هو بقى محترف، بقى يعرف يستنتج العطل، العطل ده في دائرة البنزين، بس هل أنت بتعرف تفك وتركب دائرة البنزين بتاعت العربية دي؟ عارف أولها فين وآخرها فين؟ عارف فلتر البنزين محطوط في أنهي حتة؟ تمام؟ أنت عارف بوجود الحاجات دي، بس ما تعرفش فكها وتركيبها، طب إيه اللي هيحصل؟ إنك أنت هتقعد تستكشف. واصلة؟ الدائرة أفتح أبص، أيوه التانك بتاع البنزين أهو، أيوه فين الماسورة اللي طالعة منه أهي، ماشية ماشي من تحت لغاية، أيوه فلتر البنزين ده، حاطين فلتر البنزين من تحت ولاد اللذينة مش جرى، وهكذا لغايه لما خدت بصه الدنيا ماشيه ازاي. طب تعالى يلا فك وتركيب، ضربتها بكليبس، لا ضربتها بمسمار ايلن، لا ضربتها، انت فاهم، هات العده فك يلا طلع، لغايه لما طلعت الدايره بتاعتك مش هتلاقيها فين، مش هتلاقي. الاساسيات عندنا بقى هي اللي بتعمل كده، اللي هي انا بحاول قدر الامكان في منتج الاساسيات ان انا غير ان انا اعلمك معلومات اخليك تتخطى قصه الفك والتركيب لمختلف الموديلات، عشان دي تبقى قصه خلصت من علينا. واصله ان انا حيال فك وتركيب الكيوسيرا حفظتها، حيال فك وتركيب الريكو حفظتها، حيال فك وتركيب الزيروكس حفظتها، وخدت انطباع ما بين الثلاثه مش بتعلمهم مع العمر مع الوقت زي. يبقى اول حاجه في الاساسيات غير انك انت بتفهم النظريات وبتاع، لان الكلام ده واحد، الدرام هنا شغال زي ما الدرام هنا شغال نفس الدرام هنا. واصله الديفولبر هنا نفس وظيفته هنا نفس وظيفته هنا، السخان نفس وظيفته هنا، الليزر نفس وظيفته، الاسكانر نفس وظيفته، الكارتات نفس الوظائف، انت فاهم؟ مع اختلاف تقسيم الكارتات، واحنا هفهمكم الموضوع ده واحنا ماشيين، لكن في علم الاساسي ان المكان كله واحد. طب تعالى قلنا اول حاجه الفك والتركيب اللي هي تبقى عائق بالنسبه لك، تاني حاجه تبقى ايه؟ السوفت بتاع المكان، ان انا هقف اتعطل واعرق قدام المكنه وانا عايز اجرب اطلع تقرير ومش عارف اطلع تقرير منين؟ هتبقى طب ما انا اساسي وانا عايز اصلح، انا عايز اشوف صوره المكنه ايه؟ فتاني حاجه تريحك وتخلي الدنيا كويسه معاك، اي مكنه سواء ريكو كيوسيرا زيروكس، هما دول ثلاث موديلات اللي شايعين معانا في السوق، ابقى محترف استخدام عليهم، ابقى محترف اطلع التقارير بتاعتهم، ابقى محترف اخش البرامج بتاعتهم ازاي، واعرف زي ما انا محترف مثلا في ريكو او ايا كان، عشان احنا اصلا معظم شغلنا ريكو، فابقى محترف في الحاجات الثانيه. واصله كشوف انا ما اقفش قدام المكنه مش عارف هو الدرج انا الدرج اختاره منين، اطلع التقرير منين، اغير ايبهات منين، حاجات تافهه عبيطه بس توقف الواحد كش. تمام، لا دي حاجه من الحاجات زيها زي الفك والتركيب، يبقى انا هحترف فك وتركيب ده واحد، هحترف استخدام المكنه ده كده اتنين. واصله في خلال الفك والتركيب ودهاليز الفك والتركيب احنا بنحاول قدر الامكان ناسسك 10 على 10 فيه. واصله تمام، طب ايه بقى بعد ما تخلص بقى المحتويات واشتغلت في المكان كله، انت راجل مؤهل تشتغل في اي مكان، طب هل بعد ما تطلع من هنا على طول تعرف تشتغل في اي مكنه؟ يبقى ناقصك خطوه، ودي انا بحاول ازق معاك فيها، اللي هي الاعطار، ان انت تستخدم كل اللي في عقلك ده واللي وصل في عقلك، ان انا مارس عطل، ان انا اطلع العالي في عطل، وطبعا اول وقفه ممكن ما تجيش معايا،
المشرف يوجهني يقول لي لا ده دي كده دي كده. ما انت يعني المعلومات داخل جوه دماغك، بس بيبقى في مرحله ان انا استحضر المعلومات دي عشان اقعد، بتبقى عايزه فن زقتها في نزول الاعطال. تمام، فاحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ اعطال مع مهندسين، تمام، دي بدل السنه مع شركه الحرامين، ودي انت فاهم يعني ممكن الاسبوع ده ما فيش اعطال، الاسبوع الجاي في اعطال. تاني حاجه عمارات، تمام، ودي بتبقى ألذ حاجه واكتر حاجه بنعرف، انت فاهم، اللي هي المكنه عند عميل وجابت اخرها فيها اعطال كتير، فالمهندس مش هيروح ويجي عند لا هاتها لي هنا حطها لي قدامي، انزل بالمكنه كلها اعمل لها عمره بما يرضي الله، ولا اي من الحركه على الحاجات البديهيه اللي متوسخة نضفه واللي قافش لينه، انت واخد بالك، واركب كل حاجه على شكلها احس ان هي سليم، وبعد كده اشغل المكنه اشوف الاعطال بقى اللي جت ايه. هنا انت بتاخد خبره، ركبت حاجه غلط خدت خبره، حاجه ما لقيتهاش صح خدت خبره، حاجه كانت متوسخه خدت خبره، وانا بعمل العمره الاجراءات ان انا هبلور المكنه وهشيل بقى حساساتها ودنيتها اعرف الاجراءات السليمه ايه، خدت خبره. تمام، وطبعا نزول الاعطال مع المهندس ده غير ان هو بيوفر لك اللي هي ايه، ان انا على يعني مثلا خلاص هتعلم اعطال، هيوفر لك معامله عميل. ازاي هتخش مع مهندس على عميل متاخرين عنده بقى له 3 ايام وزعلان، هيترد ازاي؟ ده تبقى ازمه نفسيه، انت فاهم، ولازم ما تعتمدش على شخصيتك ان انت فرد وبتعرف تكلفه اللي قدامك، عشان لا، هي بيبقى فيها شويه اجراءات. انا داخل عند واحد مثلا انا اسف ان انا بتطرق في مواضيع كتير، بس انا حبيت ابتدي النهارده بالمقدمه دي عشان واحنا ماشيين مع بعض كل واحد عارف قيمه الحاجه اللي بعملها دي ايه، ولو ناقصني حاجه احصلها ازاي. تمام، فالمعامله بتاعت العميل بدايه انت بتدي له حقه في صيانه، لو مفيش شغل الميكانيكيه والصناعيه اللي هو ايه، انا اركب له حاجه ما طلعتش هي هحاسبه عليها واشوف الثانيه وهحاسبه عليها، ده احنا كده بنهبل. تمام، ثالث حاجه العميل احتمال كبير قوي يزعل من غير سبب، واحتمال يكون في سبب. تمام، مش بقول لك العميل دايما على حق واصله، بس العميل النظيف اللي ما بيعملش كده عشان خاطر يفضل يقصني في الفلوس، وده هتكتشفه، ده 3-4 مرات هتعرفه وتعلم عليه، ده بياخد معامله ايه، بيخش مرحله ثانيه بقى اللي هو انا شغلي كده وطب انا هدي كده. تمام، طب تعالى هندسه وبتاع، هيبقى في زياره النهارده هدي كده، طب انا هدي كده ومفيش ايه واصله، ده المعامله الناشفه مع الناس الاستغلاليه. انما معظم الناس يا فاهم غلط، انت واخد بالك، هو حاسس ان هو فاهم غلط، يا اما مش عارف المكنه دي بتدخل له ايه. انت المهم انك انت تراضي العميل، داخل على العميل، العميل زعلان عرضي. اول حاجه ان انا احاول لو عنده كلام كتير قلت طب هصلح المكنه وبعد كده اكلمك. ليه؟ المكنه لما بتشتغل قدام العميل نص نفسيته رقت، ما اقعدش اتكلم معاك في الاول ونختلف، وممكن انا ابقى جاي متعكن الزرزر عليك والزرزر عليا وخسرنا بعض، واحنا الاثنين اصلا ممكن نبقى زي الفل. تمام، فدي حاجه هتتعلمها من نزول الاعطال، غير ان انت تتعلم العطل ذات نفسه، ده الهدف الرئيسي. فمهم بالنسبه لي انك انت لو قدر ان انت الاسبوع ده مفيش اعطال وانت هتمشي مثلا، يبقى تعالى اقعد اسبوع عشان الاعطال، لان دي حاجه مش في ايدي. في ساعات بتيجي عندنا 60 عطل في اليوم دلعه، وفي ساعات وقت بيجي ما عندناش 3-4 عطل في اليوم واصله. فخلي بالكم من النقطه دي، لان حصلت مع ناس ومشيت من غير الاعطال وانا زهقت، انت فاهم، فنخليها مع بعضينا. ومهم زي ما قلت لك اهميتها في انك انت بتشوف عطل بيتصلح في جو العميل. ايه الشيء السلبي بقى عندي هنا؟ ان انا ما بقدرش اوفر لك صيانات في مكان الكيوسيرا. انا مثلا لسه مظبط دلوقتي على امراض كيوسيرا، ده رزقكم واصله، ببتدي انكش ان انا اجيب، لان انا ما عنديش زباين كيوسيرا. احنا عندنا هنا في شركه الحرامين ريكو نقينا موديلات معينه، هي دي الموديلات اللي مريحانا ومريحه العميل، وبكسب والعميل بيكسب، فبناء عليه بحاول وانا ببيع، انا ببيع الموديلات دي، مش بحاول كمان، انا ما بجيبش غيرها في مخزني، مش حاجه اسمها مخزني في ده على ده على ده على ده، انا في المخزن بتاعي موجود فيه الموديلات اللي بتتباع بتشرفني وبتريح العميل، قطع غيارها متوفره. ما بيعش مكنه ملهاش قطع غيار، او قطع غيار في معروف ان البورده بتضرب دي في المكنه دي ومفيش منها، او لو في غاليه، فبناء عليه المكنه العميل شاري المكنه ب 6000 جنيه، اجي بعد سنه اقول له 2000 ونص بورده، ليه قله الادب؟ ما احطش نفسي انا وعميلي في الموقف ده واقول اشمعنى، لا، انا بعلم الاشياء اوجه العميل. العميل قفش في حاجه دي، بس خلاص انت بقعدتك معاه وفهمته المسار هيتبين له ان انت كنت راجل صاحب حق وهيلتزم بعد كده معاك. تمام، زي الفل. طبعا عشان نوصل لمرحله ان انا ابيع مكان معين كده، لازم في الاول اكون اثبتت نفسي في الصيانه عند الناس. لازم اللي عنده كيوسيرا هستقبلك وهعمل لك صيانه وهعمل لك اعطال، عندك ريكو هستقبلك وهعمل لك اعطال، بس عشان اكون داتا الزباين، ده هيبقى متعب شويه بالنسبه لي في الاول. انما هاجي المرحله هبيع، العميل طالما كيفت منه صيانه لما يجي يشتري مكنه هشتري منك انت واصله، لان عارف ان انت اللي هتراعي المكنه وعارف ان انت راجل ومش طماع زي الباقي، ده بالعكس، ده انت تميز نفسك بقله الطمع. تميز نفسك، هتاخد فلوس كتير، زباينك هتبقى كتير فهيبقى لك فلوس كتير.
انما لو انا ما قدرتش امسك النفسيه بتاعت العميل اللي انا حبوه فيا واقنعه ان انا عايز مصلحتك وابقى من جوايا حاطط لنفسي القوانين اللي تخلي العميل ياخد مصلحه بتاعته انت واخد بالك وما تخليش الشيطان يطمع عليه لان ده هيبقى شكله وانت ماشي شيطانك هيبقى يزقك صفقه جات لك كده مكلفه قدام عينك ما خدهاش ليه؟ عشان احافظ على احترامي عشان ده فلوس ولو هزيته هبقى هزيت من نفسي والهزه في الثقه صعب ان هي تتعوض واصله؟ كلام زي الفل. طيب ايه بقى اللي انت مش هتلاقيه زي ما قلت لك وتبقى مهمه؟ الاعطال بتاعت كيسيرا الاعطال بتاعت الزيروس ودي انا هحاول بامر الله ان اول دفعه تمسك حاجات بس عمرها ان انا هجيب مكان فاشل بس شغال بس عايز الطعم بس مليان اعطال ودي اللي هحاول قدر الامكان في كيسيرا والزيروس اوفرهم لكم تمام؟ الكيسيرا خلاص احنا تقريبا امننا على اللي هنجيبه تمام؟ الزيروكس احنا لسه متفقين بندور واصله؟ فبناء عليه لو المكان اللي انت هتنزل فيه في موديل انت ما نزلتش فيه اعطال تحاول تعمل الحركه التاليه تشوف مكان شغال الموديل ده وتنزل معاه اسبوعين واصله؟ اللي هي تاخد قصه انت هتبقى فاهم انت مش هتنزل على واحد عشان يعلمك انت عايز تتفرج على واحد وهو شغال فقط واصله؟ يعني مش واحد يقول لك دي ده انت وهو شغال انت اصلا هتعلم عليه لان معلش انا اسف هي معظم الناس واخداها بالدراع مش هي مهنتنا كده ده مش عشان هم وحشين احنا المهنه دي دخلت في البلد دي كده واصله؟ فبناء عليه انا ما اقدرش اقول ده انت ابن لذينه وانت وحش كله بيكره انت فاهم؟ الافضل والاحسن اللي هو بيحاول يطور من نفسه عشان يوصل لحاجه كويسه طبعا. انت فاهم؟ اللي يلاقي نفسه ما بيعرفش يكسر الزبون بسبب ضعف فني عنده فيطور من نفسه عشان يوصل للم... انا عايز ده اكل عيش اكل عيش مرتبط ان انا اخد منك فلوس وانت مره فبناء عليه هجتهد عشان اوصل للمرحله دي تمام؟ فاللي هيبقى ناقصك يا سيدي المعلمين تنزل اعطال في الموديلات اللي انت ما اشتغلتش فيها ومش لازم الموديل بعينه كيوسيرا رقم انزل كيوسيرا بس وهتلاقي الدنيا كلها قريبه من بعضها دي حلاوتها انزل مكانتين ثلاثه ليك وهتلاقي كله قريب من بعضه انت فاهم؟ بالنسبه بقى لطريقه تطليع التقارير طريقه تدخيل الايبهات هي حلاوه الريكو كسوفت تقريبا كله واحد الكيوسيرا كسوفت كله واحد فمساله التعامل مع السوفت والتقارير وان انا اقف ازاي زي المكنه والمختصر بتاع الاعطال ده زي ما بقول لك ده سهل بس الاعطال دي بالذات تلمها مع مكان يبقى شكل فيه. فبالنسبه للدفعه دي اللي هيبقى ناقصكم اللي هي قصه الزيروكس نزول اعطال هتفك وهتركب وهتفهم اللي موجود بالبرامج وتفهم كل حاجه بس زي ما قلت لك دي مرحله مهمه يعني ما اقدرش اطلب منك انك انت بعد ما تخلص الكورس هنا تنزل تصلح مكنه في الزيروكس من غير ما تكون دخلت على عمرو نزلت مع الاسبوع اسبوعين مع واحد اتفرجت على الدنيا شكلها عامل ازاي هيبقى قدامك رهبه لازم اكون مستعد زي ما تمام بس هل انت ضيعت وقت فيما قبل ذلك؟ لا انت جهزت نفسك بنسبه كبيره بس انا اسف لكم على القصه دي انت فاهم؟ لان انا شايفها مهمه بس يعني ما عرفت قدر الامكان يعني ابتديت اهو اجمع فيه بس برضه قصه ان انا انزلك عند زباين دي صعبه لان هي الحرامين مش هتنزل كيوسير واصله؟ هو خلاص هم وصلوا لمرحله الثبات ده اللي هو انا ثبت مريح عميلي والناس بتجيلنا بتقول لك انا عايز مكنه انا ضغط شغلي كذا شوف لي المكنه المناسبه انت فاهم؟ فاتمنى ما اكونش يعني زعلكم في النقطه الاخيره دي وصدقني اخرك اسبوع اسبوعين في مكان بس يكون في مرحله اعطال انزل ما تاخدش فلوس هتدرب معاكم كده بقى شوف الوسيله ما تاخدش بالك بحاجه اسبوع اسبوعين هتلاقي نفسك ان شاء الله 10 على 10 تمام يا رجاله؟ ان شاء الله تمام الله المستعان.